أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا أيها الإخوة في تفسير الآيات الماضية ذكر قصة غزوة أحد وما حصل فيها بين المؤمنين والكافرين والسبب الذي أدى إلى هزيمة المؤمنين وتغلب أعدائهم عليهم. هذا السبب
كان نتيجة مخالفة الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على الجبل وألا يتحركوا منه حتى لو رأوا أن المسلمين انتصروا أو رأوا أنهم قد هزموا، عليهم أن يثبتوا في أماكنهم. وقد أمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه، فلما ابتدأت المعركة وبعد قليل تغلب المسلمون على الكفار وقتلوا منهم عددا، فولى الكفار هاربين وتركوا أمتعتهم وأسلحتهم في أرض المعركة. فلما رأى بعض هؤلاء الذين كانوا على الجبل من الرماة فرار الأعداء وأن الغنائم في أرض المعركة وأن المسلمين بدأوا يجمعونها، أحبوا أن يشاركوا إخوانهم في جمع هذه الغنائم، فنهاهم هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يستجيبوا له، ونزل أكثرهم لم يبقى على الجبل إلا 10. فلما رأى كفار قريش هذه الثغرة التفوا من خلف الجبل وأتوا، وحصل للمسلمين ما حصل من القتل والجراحات. الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ابتعثه الله بالهدى ودين الحق، وابتعثه لإنقاذ الناس مما هم فيه من الضلال وردهم إلى ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى وينجيهم من العذاب، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يأمر الناس بشيء ثم هو يخالفه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا في أصله، ولكنه أيضا يشمل أخذ المال بغير حق من أي وجه، خاصة الأموال العامة التي هي تسمى أموال الدولة، فالذي يأخذ منها غال، يعني أخذ ما لا حق له فيه. والغلول هذا إثم عظيم أيها الإخوة، ومنصب الرسول عليه الصلاة والسلام منزه عنه، لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يغل، ما كان لنبي أن يغل، يستحيل هذا الأمر، لأن هذه معصية وكبيرة عظيمة لا تليق بآحاد المسلمين، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كان لنبي أن يغل. لكن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فيه تقريع لهؤلاء الذين نزلوا من على جبل الرماة وتركوا الواجب الذي كلفوا به وهو حماية ظهر المسلمين، وكان نزولهم هذا سبباً لما حصل للمسلمين من الهزيمة. ربما هم طمعوا في مغانم الدنيا، أفيخشون أنهم لو بقوا على الجبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الغنيمة أو يأخذ شيئا منها يختص به لنفسه؟ معاذ الله، ما كان لنبي أن يغل. لماذا الخوف؟ لماذا مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بترك الواجب الذي كلفوا به؟ إن كان هذا خشية من أن غيرهم سيختص بشيء من الغنيمة، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيأخذ شيئاً من هذه الغنيمة ليس له فيه حق، فهذا مخالف لأمر الله، ولا يمكن أن يكون من نبي من أنبياء الله، خاصة محمد عليه الصلاة والسلام.
وهو آخرهم. ما كان لنبي أن يغل، فلماذا الخوف ولماذا هذا الهلع الذي جعلكم تتركون الواجب وتتسببون في هزيمة المسلمين؟ ما كان لنبي أن يغل، اطمئنوا. ثم الأمر الذي بعد ذلك، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. إذا منصب الرسول عليه الصلاة والسلام منزه عن الغلول، لكن الذي يغل من غير الأنبياء عليه إثم عظيم. بعض المآثم وبعض المظالم وكثير منها تنفع فيها التوبة، لكن الغلول لا تمكن التوبة منه، لا تمكن التوبة منه. لماذا؟ لأنه عدوان وظلم لجميع المسلمين، فكيف يتوب منه الغال؟ هذه الغنيمة التي تكون في ميدان المعركة لجميع المحاربين ولبيت مال المسلمين، فكيف يتوب الإنسان الذي أخذ منها بغير وجه حق؟ لا يستطيع. ولذلك سيأتي في يوم القيامة بهذا الشيء الذي غله، بهذا الشيء الذي اختلسه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذه مصيبة عظمى وداهية كبرى، أن يأتي الإنسان في يوم القيامة، في عرصات القيامة، في موقف الحشر، وهو يحمل على رقبته هذه الأشياء التي غلها، سواء أكانت قليلة أم كثيرة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الغلول، وقال: لا يأتي أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها رغاء، أو فرسا له حمحمة، أو غير ذلك. كل هذا يأتي به في يوم القيامة، يحمله أمام الخلق جميعا وفي ميدان الحساب والجزاء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهكذا من غل شيئا كثيرا سيأتي به. ولذلك جاء في الحديث أيضا: من ظلم شبر أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يعني على رقبته. هذا ظلم عظيم، الغلول. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وليس للغال توبة، وقد توعد بعذاب جهنم والعياذ بالله. في غزوة من الغزوات كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أصحابه على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على متاع النبي عليه الصلاة والسلام، مكلف بحفظه وحراسته، اسمه كركرة، كركرة. فمات هذا الرجل، قتل في ميدان المعركة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة وهم يذكرون بعض القتلى ويقولون: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى أتوا على ذكر كركرة وقالوا: كركرة شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنه في النار. في النار، إنه في النار في عباءة غلها. عباءة هذه التي يلتحف بها الإنسان، أخذها من القسمة قبل أن توزع، قبل أن توزع الغنيمة. يقتل في ميدان المعركة ويكون في النار. وهذا دليل على عظم إثم الغلول أيها الإخوة. الغلول أيضا كما قلنا يشمل الأخذ من أموال المسلمين العامة التي هي تسمى أموال الدولة، من بيت مال المسلمين. الأخذ منه غلول، لأنه جناية على المسلمين جميعا، حتى وإن قل النصيب الذي يصل إلى كل واحد منهم من هذا المال، لكن العبرة بالفعل. هذا غلول، غلول. وهذا أمر يتوسع فيه كثير من الناس، خصوصا من كانت له ولاية، أو من كانت له قدرة، أو من كانت له يد تصل إلى شيء من المال العام.
بعض الناس يتساهل في هذا، وهو يظن أن هذا لا حرج فيه، وربما يأخذ بعضهم أشياء كثيرة ثم يأتي في آخر حياته فيتصدق ويبني المساجد والملاجئ ودور الأيتام والمستشفيات وهكذا في أوجه الخير. هذا عمل في ظاهره من الأعمال الصالحة، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى غير مقبول. وهذا الكلام ليس استنباطا ولا اجتهادا، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هذه الصدقة غير مقبولة حتى وإن كانت في أوجه الخير المعروف المحبوب للناس، لكنها عند الله سبحانه وتعالى غير مقبولة. فلهذا يجب أن يتنبه كل واحد لهذا الأمر، وألا يظن أن الإكثار من عمل الخير بعد أن أخذ ما أخذ من الأموال العامة أن هذا ينجيه أو أن هذا يخفف عنه أو أن هذا يقبل منه، لا، لأن هذا العمل سيكون يوم القيامة هباء منثورا، عليه إثمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الغلول لا يمكن كما قلنا أن يكون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخطأ هؤلاء الذين نزلوا من الجبل وتركوا واجبهم خشية من أن هذا المال يذهب، هذه الغنائم تذهب ولا يكون لهم فيها شيء. وربما ظن بعض الظانين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بشيء، ذكر في موطن المعركة فقدت قطيفة، فقال البعض: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أخذها. ما كان ينبغي للنبي عليه السلام، ولا يحصل منه هذا، ولا يتصور أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأمر الناس بالبر وباتباع شرع الله أن يكون هو الذي يخالف ذلك، حاشا الله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سيجازى على عمله عدلا ليس ظلما، لأن مجازاة الله سبحانه وتعالى تنقسم للخلق، تنقسم إلى قسمين: إما فضل وإما عدل. فالفضل مع من يحبهم الله ومع أهل الإحسان يتجاوز عنهم، والعدل هو معاملتهم بما يستحقون من غير ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. مر معنا في الآيات المتقدمة أن عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في معركة أحد، فلما أقبلوا على موقع المعركة رجع بمجموعة من الجيش يقاربون ثلث الجيش، وهذه هزيمة نفسية للجيش الذي يريد أن يقابل العدو. فهؤلاء باءوا بسخط من الله. أفمن اتبع رضوان الله، يعني من ثبت على ما أمر به ومن سعى في طاعة الله سبحانه وتعالى ممن قتل أو ممن بقي، هؤلاء اتبعوا رضوان الله. لكن من خالف أمر الله وانهزم وأراد أن يلحق الضرر بالمسلمين وأن يهز موقفهم، وهذا ما حصل، تأثر به بعض المسلمين، تأثر بموقف عبد الله بن أبي بن سلول لما حصل منه ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لا يستوون.
لا يمكن أن يستوي من ثبت على مراد الله وسعى في تحقيق ما طلب منه مع من خالف ونافق وأراد أن يلحق الضرر بالمسلمين، ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. هؤلاء المنافقون من أهل النار، بل إن المنافقين هم في أحط الدرجات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. من هم الذين هم درجات عند الله؟ الجميع، المؤمنون والكافرون. المؤمنون درجات، بعضهم من أصحاب الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبعضهم في وسط الجنة وبعضهم في ربض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: أنا ضمين، ضامن يعني، ببيت في ربض الجنة في أسفلها لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالدرجات هذه ثابتة، فالله سبحانه وتعالى يقول: هم درجات عند الله، يعني الجميع، المؤمنون والكفار، هؤلاء كلهم في درجات، المؤمنون كما ذكرنا والكفار في النار أيضا درجات، بعضهم فوق بعض، دركات. ما في النار يسمى دركات لأنه يعني منحط والعياذ بالله، وأسفل هذه الدركات ما خصص للمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فوقهم يعني دركات أخرى للأنواع من الكفار والمشركين والعصاة، عصاة المؤمنين. عصاة المؤمنين إذا لم يسامحهم ربنا تبارك وتعالى في موقف الحشر فإنهم يدخلون النار يعذبون فيها بقدر معاصيهم، ثم يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يكونون في الدركات السفلى، لكن النار دركات والجنة درجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كل يأخذ جزاء عمله ولا يظلم ربك أحدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا فيه تطمين وامتنان من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. أي المؤمنين؟ المؤمنون جميعا، كل من قبل برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى قد امتن عليه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كيف يكون رسولا من أنفسهم؟ من جنسهم، بشر من البشر. لو كانوا ملائكة، لو كان من في الأرض ملائكة، قال الله تبارك وتعالى: لنزلنا عليهم من السماء ملكا طهورا. من جنسه، وهؤلاء بشر، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا من جنسهم، من أنفسهم يعني من جنسهم، بشر مثلهم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لماذا يكون الرسول من أنفسهم؟ لماذا لا يكون ملكا؟ هذا قد يرد على بعض الأذهان، لماذا لا يكون الرسول ملكا؟ لأنه لو كان ملكا لما قبل كثير من الناس الالتزام بأحكام الشرع. كيف؟ سيقولون: هذا ملك معصوم لا يتطرق إليه الخلق، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن عندما يكون الرسول من جنسهم، بشر مثلهم، تجري عليه الأعراض والأمراض، يأكل ويشرب ويتزوج ويمرض ويصح ويحب ويكره ويرضى ويغضب، تجري عليه كل هذه الأعراض، ثم ينزل عليه الوحي
ويبين لهم شرع الله، هذا أدعى للقبول لأنه منهم، يتيسر عليهم القبول. هنالك أيضا معنى آخر في قوله من أنفسهم، بعث في المؤمنين رسولا من أنفسهم، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، وبداية الدعوة كانت في مكة، وأكبر الأذى الذي تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته من أهل مكة، من أهل مكة، نعم من أهل مكة. فالتقريع والخطاب في هذا المعنى يتجه إلى أهل مكة، هؤلاء بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من جنسهم، من أقاربهم، ما جاءهم من مكان آخر، من قبيلة أخرى. هؤلاء قريش، هذا معنى آخر أيضا مما تدل عليه الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، من قبيلتهم، من بني عمومتهم، فلماذا ينكرون، لماذا يكفرون؟ بعث فيهم، مع أن هذه منة من الله سبحانه وتعالى، لو كانوا يعقلون وقت أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لسارعوا إلى ذلك، لأن هذا من المعاني الرفيعة والأشياء العظيمة التي تنقطع دونها الأعناق، أن تكون هذه القبيلة قد اختصها الله بأن ابتعث منها رسولا كريما. كان المفترض والأولى أن يكونوا هم أسبق الناس إلى اتباعه، لقد من الله على المؤمنين، لكن هذه المنة لا يدركها إلا من آمن. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما هي مهمة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته، يبين لهم ما أنزله الله تبارك وتعالى، ويزكيهم، تزكية هي التطهير، تطهير نفوسهم من أدران الشرك والوثنية والمخالفة والعصيان، يربيهم على معاني الإيمان بما أنزله الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة، السنة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أليست هذه منة؟ أليست هذه نعمة؟ بلى والله أكبر نعمة. كيف الحال لو لم يأتهم هذا الرسول؟ كانوا في ضلال مبين، فاستنقذهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم كل هذه المعاني الكريمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا من فضل الله ورحمته ونعمته، وهذا مما يمتن الله سبحانه وتعالى به عليهم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل أن ينزل إليهم هذا الوحي وقبل أن يأتيهم الرسول، كيف كان حالهم؟ ظلم وبغي وشرك وبعد عن الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وهذا كله تأكيد لمكانة هذا الرسول، وتأييد لما تقدم، ما كان لنبي أن يغل. هذا الرسول الذي امتن الله به عليكم لا يمكن أن يخالف ما جاء به، ولا يمكن أن يغل، ولا يمكن أن يختص لنفسه بشيء ليس له فيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لماذا تستغربون لما أصابكم في معركة أحد؟ هذا موجه للمسلمين الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، في غزوة أحد، وتحسر بعضهم على ما أصابهم، قالوا كيف كنا في غزوة بدر انتصرنا على الأعداء وقتلنا منهم 70 وأسرنا منهم 70 واليوم نهزم؟ الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه هو الذي نصرهم في بدر. أولما أصابتكم مصيبة في أحد بسبب منكم، بسبب مخالفتكم، قد أصبتم مثليها، قتل من المسلمين في بدر في أحد 70 وأنتم أصبتم من الكفار مثليها، ضعف هذا العدد، قتلتم 70 وأسرتم 70،
قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ نصرنا في بدر، هذا النصر المبين في يوم بدر، يوم الفرقان، هذه المعركة العظيمة الفاصلة، كيف نهزم هنا؟ الله سبحانه وتعالى قال قل هو من عند أنفسكم بسبب منكم، سبب منكم، سبب الهزيمة أنتم. وإن كان الخطاب هنا موجه لجميع المسلمين المجاهدين مع الرسول، لكنه من العام الذي أريد به الخاص، أريد به من كانوا على الجبل وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتحركوا فخالفوا وأخلوا أماكنهم حتى تسلط عليهم العدو. قل هو من عند أنفسكم، هذه الجراحات التي أصابتهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقتل من المسلمين 70 وجرح أعداد كبيرة من المسلمين. قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، لا تستغربوا، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قادر على النصر وقادر على أن يوقعكم في الهزيمة لتتذكروا ولترتدعوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. عندما تقابل المسلمون والكفار في غزوة أحد، ما أصابكم في هذا اليوم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لم يخرج عن قدر الله ولم يخرج عن علم الله ولا عن إرادته، ليس هذا الأمر خارجا عن قدر الله ولا عن علمه ولا عن إرادته. الله سبحانه وتعالى يعلم أنكم ستتصرفون هكذا فتحل عليكم الهزيمة بسبب تصرفاتكم. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. العلم هنا ليس في حق الله سبحانه وتعالى، علم الله محيط بالأشياء قبل أن تكون. الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء قبل أن تكون، كما جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب، قال ربي ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. لكن العلم هنا المقصود به الظهور والانكشاف. وليعلم المؤمنين يعني ليتبين لكم المؤمن الصادق الصابر من غيره من المنافقين، تمحيص. وليعلم الذين نافقوا، حتى يتبين أن هذا عبد الله، أن عبد الله بن أبي ومن معه أنهم من المنافقين. كيف يتبين المؤمن من المنافق؟ كيف يتبين الصادق من الكاذب؟ بهذه المواقف التي فيها التمحيص، فيها تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. الدفع هنا إما أن يكون بأنكم تدافعون عن أنفسكم وأهليكم من غير أن تقاتلوا الكفار، لكن أنت تحفظوا أهاليكم وأنفسكم بدفاعكم عن بلدكم المدينة، أو أن تكونوا مع المسلمين من غير قتال، أن تكثروا سواد المسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أن هذا القتال في وجهه وأنكم ستنتصرون، لأنكم خرجتم يقولون يعني خروجا غير صحيح، لا يقبل في ميدان التخطيط أنكم تخرجون بهذا الأسلوب. ها؟ هذا كان رأي عبد الله بن أبي أن المسلمين لا يخرجون إلى أحد. فيقول لو نعلم قتالا، يعني لو نعلم أن هذا الأمر يعني سيكون فيه قتال حقيقي، فيه نصر للمؤمنين، كنا معكم، لكن هذا الخروج خروج خاطئ لا نقبل به، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لماذا؟
لأنهم منافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق. النفاق ما هو؟ النفاق الذي هو من باب الكفر والذي يدخل جهنم في أحط دركاتها، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، يتمنى للمسلمين الهزيمة وفي داخله لا يقبل بهذا الدين ولا بشرائعه، لكنه يتظاهر بأنه مع المسلمين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذا الذي يبطنونه في أنفسهم حتى ولو لم يظهر للناس لا يخفى على الله، الله أعلم بما يكتمون. وهؤلاء المنافقون ما كانوا يحملون رايات على رؤوسهم ويقولون نحن منافقون، لا، لكن كانت تدل عليهم أفعالهم ومواقفهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه مطمئنا له وللمؤمنين معه، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، سيتبين لك أمره. ليس بعزيز على الله أن ينزل عليه أسماء هؤلاء مرة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك لحكمة. هؤلاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي داخل مدينته ومن أقارب المسلمين، كانوا مختلطين بالمسلمين، فلو أنه عرفت أسماءهم قامت الفتنة، وربما حصل اقتتال وربما حصل انتصار من بعضهم لبعض، فلذلك الله سبحانه وتعالى أخفى أسماءهم. لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول مهما أخفوا في نفوسهم من البغض والكفر والنفاق فإنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. هؤلاء ذهبوا وغرروا بأنفسهم في ظنهم كما يقولون، ودخلوا إلى معركة غير متكافئة فقتلوا. لو بقوا معنا، لو سمعوا كلامنا ما قتلوا. ماذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم؟ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان خروج هؤلاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ومشاركتهم في المعركة هي التي تسببت في قتلهم وقطع آجالهم، معنى هذا أنكم تستطيعون البقاء في بيوتكم سالمين. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن الآجال هذه مقدرة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان في بطن أمه يرسل إليه الملك عندما يصل إلى مرحلة نفخ الروح، فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. مسألة مقدرة منتهية، ها؟ فلا يستطيع الإنسان أن يستبقي نفسه زيادة على أجله الذي قدره الله له، ولا ينقص من عمره أنه يشارك في قتال الكفار ويخوض غمار المعارك إذا بقي له في الأجل شيء، ها؟ فليس الإقدام على الجهاد لقتال الكفار مظنة لتقصير الآجال، وليس البقاء بعيدا عن هذا في البيوت وفي أماكن الراحة مظنة لطول الآجال، الآجال هذه محددة. فالله سبحانه وتعالى يبكتهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني إذا كان إخوانكم هؤلاء الذين شاركوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقتلوا في ميدان المعركة، إنما كان موتهم بسبب خروجهم مع الرسول ومشاركتهم في الجهاد، وأنتم ترون أنهم لو بقوا معكم ما قتلوا، ادفعوا إذن عن أنفسكم الموت. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين،
ولن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا ذلك. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين ويبشرهم. هؤلاء الذين قتلوا، الشهيد وإن كان قتيلاً لكن هذه الصفة التي أعطته إياه الشريعة هذه سمة كرامة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شهداء وهم يعيشون حياة برزخية لا نعلمها، لكن كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. يعني أنهم في أي مقام، في أي مرتبة من الجنة؟ في أعلى عليين. هؤلاء الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حتى هؤلاء الذين أنتم تقولون إنهم غامروا وخسروا حياتهم، لا، هؤلاء انتهت آجالهم وهؤلاء في منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء في هذه المرتبة، في هذه المنزلة عند الله في الجنة، فرحين بما آتاهم الله، ما أنعم به عليهم من الشهادة ومن هذا النزل الكريم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون قدوم شهداء آخرين من المؤمنين من إخوانهم ليلتحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بهذه النعمة. وقد ورد في الحديث أن الشهداء يسألهم ربهم عما يتمنون فيكون من أمنياتهم أن الله سبحانه وتعالى يردهم إلى الدنيا فيجاهدون فيقتلون حتى ترتفع منازلهم أكثر من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أذن أن من مات لا يعود إلى الحياة، إلى الحياة الدنيا. نعم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه هي المسألة التي يجب أن تتأكد وتترسخ في نفس كل إنسان مسلم، أن الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع مهما كان. هؤلاء وإن قتلوا وإن رأى الناس أن آجالهم قد اخترمت وأنهم انتقلوا من دار إلى دار، هؤلاء لن يضيع عملهم عند الله سبحانه وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل في هذا المقام الرفيع، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية فيها تأكيد لأهمية إطاعة ربنا تبارك وتعالى وإطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام مهما كانت الحال. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الإطاعة من علامة الإيمان. هذه الآية تشير إلى حدث يتعلق بغزوة أحد بعد نهايتها. بعد نهايتها المسلمون كانت بهم جراحات كثيرة، كانت بهم جراحات كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام كانت به جراحة، وأرسل كفار قريش بعد أن غادروا موقع المعركة أرسلوا
رسائل تهديدية بأنهم سيعودون ويكرون على المسلمين مرة أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أمر أصحابه أن يخرجوا إليهم في غزوة أخرى معروفة في السيرة اسمها غزوة حمراء الأسد. وحمراء الأسد هذه الآن في ظاهر المدينة، منطقة في طرف المدينة على طريق مكة، هذه اسمها حمراء الأسد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يخرجوا وهم على تلك الحال من الجراحات والآلام، أمرهم أن يخرجوا لملاقاة العدو في حمراء الأسد. ماذا قالوا؟ ماذا كانت إجابتهم؟ هل قالوا نحن متعبون بنا جراحات تمنعنا؟ لا، قالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخرجوا إلى حمراء الأسد. مما يروى في هذا الخروج أن رجلين من الصحابة من بني عبد الأشهل من الأنصار، أخوان، جرحا في المعركة جراحات كثيرة، فلما سمعا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاملا على أنفسهما وخرجا، وكان أحدهما به جراحات أبلغ من جراحات أخيه، لا يستطيع السير كما يسير أخوه، ما معهم راحلة، يمشون على أرجلهم. فكان أخوه يحمله إذا رأى منه تعبا يحمله، هم ذاهبون إلى المعركة، إلى معركة أخرى يستعدون فيها لملاقاة العدو. وهذا من جودة التخطيط أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج بجيشه هؤلاء مع ما فيهم من الإصابات والجراحات، العدو كفار قريش ماذا يظنون؟ أن هذا لا زال فيه قوة وأننا لا نستطيع أن نهزمه. فلما رأوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوا هاربين، ذهبوا، لم يعودوا ولم يكروا على المسلمين. وهذا فيه دليل على أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. ها؟ الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحات هذه العظيمة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء لم يقتلوا، لم يستشهدوا حتى يدخلوا مع الفريق الأول، لا، هؤلاء أصابتهم هذه الجراحات وهذه الآلام وبقوا أحياء. فالله سبحانه وتعالى قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني إذا كان خروجهم هذا وطاعتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قصدوا به وجه الله فلهم عند ربهم أجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أن ينصرهم على أعدائهم في هذا الزمان كما نصرهم في أزمنة مضت، وكما نصرهم مع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم نصرك لعبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير.